هل أنت تتذكر الفيديو القديم اللي أنا عملته؟ وما حكيت فيديو عن ليش عالمي زي هيك؟ فخلينا نبدأ. فالفيديو اللي أنا عملته هو تاريخ يوسف عبد الله، اللي هو تاريخ قناتي، أقصد تاريخي على فكرة. بس المشاكل إنه أنا ما لقيتش ولا سلام ملكي إلا هذا السلام الملكي تاع الأردن. فحسني أنا أردني بس لا، أنا بس فلسطيني. فأنا عندي علم خاص لقناتي وهو علم مهم، اللي هو علم الأردن، فأنا قررت غيره. فمنكم بسألوني إيش قاعد بسوي بهذا العلم وليش عندي هذا العلم. المهم لأنه هذا العلم اللي أنت تشوفه اللي عندي إياه هو بيشبه علم الأردن بس مختلف، لأنه قناتي عندها علم الأردن. يعني شوف العلم الأردني هنا، بس إذا تفرجت قناتي بس يعني حط سبسكرايب.